الرحيم، أبناء الأعزاء، طلبة الصف الثالث، سلام الله عليكم. اتكلمنا قبل كده عن أول حاجة بالنسبة للغدد اللي هي الغدة النخامية، بعد كده اللي هي الغدة الدرقية، ثم الغدد جهرات الدرقية. النهاردة بنتكلم عن الغدة الرابعة اللي هي الغدة القذرية، أو بسميها اللي هي الغدة فوق تلوية، أو بسميها اللي هي غدتا عشان هما اتنين الانفعال. أول حاجة زي ما احنا اتعلمنا، أول حاجة نعرف مكانها فين، بعد كده نتكلم عن اللي هي الأهمية بتاعتها. فأول حاجة نبدأ نعرف مكانها فين، مكانها يا ترى مكان اللي هي الغدة ديت فين. المكان بتاعها من اسمها كده، اسمها فوق كلوية، معنى كده اللي هي موجودة فين؟ موجودة في فوق اللي هي الكلية. احنا زي ما احنا عارفين الإنسان عنده كليتين، واحدة يمين واحدة شمال، وبالتالي هنا يكون عنده غدتين، واحدة يمين واحدة ايه؟ واحدة شمال. يبقى معنى كده المكان بتاعها عبارة عن ايه؟ عبارة عن غدتان، هما اتنين، تمام؟ وقلنا مكانهم فين؟ تقع أعلى مين قلنا؟ أعلى الكلية أو الكليتين، ده المكان بتاعهم. طيب يا ترى الغدة القذرية عبارة عن ايه؟ التركيب بتاعها ايه؟ تركيبها التركيب بتاعها عبارة عن جزئين. أول جزء يعني هي عبارة عن جزئين، الجزء داخلي وجزء خارجي. الجزء اللي يمت بره ده بسميه اللي هو القشرة، والجزء اللي هو يمت الداخل بسميه اللي هو النخاع. يبقى هي عبارة عن جزئين، بيكون شكلها هرم الشكل زي ما احنا شايفين كده، عبارة عن جزئين، جزء خارجي بسميه القشرة، وجزء داخلي بسميه اللي هو مين؟ النخاع. يبقى عبارة عن جزئين، أول حاجة اللي هو الجزء الخارجي اللي هو يمت بره بسميه قلنا ايه؟ اللي ايه؟ القشرة. الجزء التاني اللي هو يمت جوه، الجزء الداخلي، وده بسميه قلنا ايه؟ النخاع. أنا عند الهرمونات اللي بيفرزها القشرة بتختلف عن الهرمونات اللي هي بيفرزها مين؟ اللي هو إيه؟ النخاع. فعندنا اللي هي الهرمونات اللي هي بتفرز عن طريق اللي هي النخاع قلنا بتختلف عن مين؟ عن هرمونات مين؟ اللي إيه؟ القشرة. الهرمونات اللي هي بتفرز عن طريق القشرة بسميها اللي هي الهرمونات بتحتوي على مواد دهنية بسميها اللي هي استيروديدات، زي ما إحنا خدناها قبل كده. يبقى عند اللي هي بتفرز عن طريق مين؟ اللي هي القشرة، قلنا بتحتوي على إيه؟ مواد دهنية، فبسميها اللي هي ايه؟ اللي هي استيرو ايه؟ ديدات. اما اللي هي بتفرز من اللي هي النخاع، دي بيكون اللي هي بتحتوي على احماض امينية، وبالتالي هنا بيكون غير معقدة. ده بالنسبة مين؟ ليه اللي هي التركيب بتاعها. هنبدأ نتكلم عن يا ترى ايه الهرمونات اللي بتفرز من هنا وايه الهرمونات اللي هي بتفرز من هنا. فنبدأ اول حاجة كده اللي هو الجزء مين؟ الخارجي. فنبدأ باول حاجة اللي هي هرمونات مين؟ رقم واحد هرمونات الجزء الخارجي، وقلنا الجزء الخارجي زي ما احنا اتفقنا سميناه اللي هو مين؟ القشرة. عند القشرة بتفرز ثلاث انواع من اللي هي الثلاث مجموعات من الهرمونات. تلات مجموعات منين؟ من اللي هي ايه؟ الهرمونات. نخلي بالنا الهرمونات بتاعت القشرة ديت اللي قلنا دي بتحتوي على مواد ايه؟ بتحتوي على مواد دهنية زي ما احنا اتفقنا، اللي انا بسميها اللي هي ايه؟ استيرو ايه؟ دات، تمام؟ فعندنا زي ما احنا اتفقنا قلنا الهرمونات ديت في تلات، عندي تلات مجموعات. اول مجموعة عندنا رقم واحد اللي هي مجموعة الهرمونات السكرية، مجموعة الهرمونات السكرية. المجموعة الثانية اللي أنا بسميها مجموعة اللي هي الهرمونات المعدنية، والمجموعة الثالثة اللي هي مجموعة الهرمونات الجنسية. فنبدأ كده بأول مجموعة عندنا كده اللي هي مين؟ مجموعة الهرمونات مين؟ السكرية. من اسمها كده اللي هي مجموعة اللي هي هرمونات سكرية، إنها تشتغل على اللي هي المواد مين؟ السكرية. طيب أنا عندي هنا يا ترى الهرمون ده الأول اسمها إيه الأول؟ أنا هنا بقول مجموعة هرمونات، فأنا عندي هنا فيه هرمونين. الهرمون الأولاني أول واحد اللي أنا هسميه اللي هو الكورتيزون،
حتى جاي من مين، اللي هي القشرة، القشرة اللي هي كورتكس، يعني اللي هي ايه جاي منها الى ومين، كلمة ايه كورتيزون. فعندنا اول هرمون اسمه ايه الكورتيزون. الهرمون التاني اللي انا بسميه اللي هو كورتيكو سيترون، كورتيكو سيترون. يبقى عندي فيه هرمونين بسميها مجموعة الهرمونات السكرية، اللي هي أول حاجة اللي هو الكورتيزون، والحاجة التانية اللي هي إيه كورتيكو إيه سيترون. اللي دي بسميها مجموعة مين، اللي هي الهرمونات مين السكرية. من اسمها كده زي ما احنا اتفقنا، السكرية يعني هتشتغل على المواد السكرية. المواد السكرية اللي هي بتشمل اللي هي السكريات، وبتشمل اللي هي المواد النشوية. يبقى تشتغل على الاتنين دول، اللي هي السكر وإيه والمواد مين النشوية اللي هي موجودة في الجسم. طيب هل هنا المجموعة ديت هتنظم النسبة بتاعتهم في الدم؟ لا، ملهمش علاقة بالنسبة في الدم، لأن اللي متعلق بنسبتهم في الدم اللي هي حاجات تانية، هرمونات تانية احنا بنتكلم عليها قدام، اللي هو الأنسولين واللي هو الجلوكوجون. إنما هنا هذه المجموعة من الهرمونات السكرية كل المهمة بتاعتها اللي هي بتنظم عملية الأيض بالنسبة لهم. يبقى هنا المهمة بتاعتها إيه؟ تنظيم عملية أيض اللي هي المين، قلنا اللي هي المواد السكرية والمواد إيه النشوية، وليس زي ما احنا اتفقنا تظبيط النسبة. ما تظبطش إيه نسبتهم فين في الدم، ملهاش علاقة بالكلام ده. هي مجرد بتتحكم في مين، في عملية مين الأيض، زي ما احنا اتفقنا وعرفنا يعني إيه أيض، سواء اللي هو عملية هدم أو عملية مين بناء. دي أول مجموعة عندنا بسميها مجموعة مين الهرمونات السكرية. قلنا حاجتين، كورتيزون كورتيكو ايه سيترون. عندي هنا بتشتغل على المواد السكرية والمواد النشوية. هنا المهمة الرئيسية بتاعتهم اللي هي مين، اللي هي تنظيم مين، اللي هي عملية الأيض بالنسبة لهم. المجموعة التانية احنا قلنا عندنا في ثلاث مجموعات ما ننساش، وبنتكلم عن دلوقتي عن القشرة. مجموعة الهرمونات المعدنية، مجموعة الهرمونات مين المعدنية. وعندي هنا في هرمون واحد بس، المثال عندنا هنا اللي هو بسميه اللي هو الألدوستيرون. يبقى عندي هنا في هرمون اسمه ايه الألدوستيرون. ألدو مين؟ ألدوستيرون. انا عندي هنا بالنسبة لي اللي هي مجموعة هرمونات معدنية، يعني هنا المهمة الرئيسية بتاعتها هنا اللي هي تنظيم اللي هي الأملاح المعدنية في الدم. يبقى عند المهمة الرئيسية هنا تنظيم مين اللي هي الأملاح المعدنية فين في الدم. يعني الأمثلة زي ايه مثلا، زي اللي هو الصوديوم او اللي هو البوتاسيوم، دي بسميها أملاح مين أملاح معدنية. انا عندي نسبة الصوديوم ونسبة البوتاسيوم في الدم غير متساوية، نسبة السكر والبوتاسيوم في الدم غير ايه غير متساوية. احنا عندنا نسبة اللي هو البوتاسيوم اعلى منين، نسبة اللي هو الصوديوم اعلى منين من البوتاسيوم. عند نسبة الصوديوم اعلى منين من اللي هو البوتاسيوم فين في الدم. والنسبة الصوديوم بالنسبة للبوتاسيوم اكتر منه في الدم حوالي من 30 ل 35 مرة، ويمكن اكتر كمان. يعني ده قد ده في الدم، ده قد ده في الدم حوالي 30 ل 35 ايه مرة، ويمكن ايه اكتر كمان. طب دلوقتي مهمة الهرمون ده اللي هو الألدوستيرون ده، اللي هي الهرمونات اللي هي المعدنية، انها تنظم النسبة ديت فين في الدم. تنظم مين النسبة ديت، بمعنى ايه؟ تخلي نسبة اللي هو الصوديوم في الدم تكون نسبة عالية، تمام، وفي نفس الوقت تخلي نسبة اللي هو البوتاسيوم فين في الدم تكون ايه نسبة ايه منخفضة. طيب هتعمل الكلام ده ازاي؟ فاكرين السنة اللي فاتت لما اتكلمنا عن عملية الإخراج وعرفنا اللي هو تركيب الكلية، كان من ضمن اللي هو أجزاء اللي هي موجودة في الكلية اللي هي النفرون، تمام؟ كان بيتم داخل النفرون اللي هي عملية الامتصاص الاختياري، عملية الامتصاص الاختياري. طب دلوقتي خلال محفظة بومن، لو انتم فاكرين محفظة بومن كان بيمر مين اللي هي المية بالأملاح مين اللي هي بتمر خلال المحفظة. طب دلوقتي الجسم محتاج مين أكتر؟ محتاج الصوديوم أكتر، فهيعمل إيه له؟ هيعمل له عملية مين؟ إعادة امتصاص اختياري. ده بالنسبة لمين؟ ليه؟ للصوديوم. طب ليه؟ علشان زي ما احنا اتفقنا الجسم محتاجه اكتر. اما بالنسبة اللي هو البوتاسيوم،
الجسم هنا مش محتاجه إلا بنسبة صغيرة، وبالتالي هنا هيبدأ إيه يتخلص منه، فهنا بيتم التخلص منه. يبقى عندي هنا تاني المجموعة التانية اللي أنا بسميها مجموعة الهرمونات اللي هي المعدنية، اللي هو بيعتبر هرمون عندنا اللي هو بسميه إيه الألدوستيرون. الهرمون ده المهمة الرئيسية بتاعته بيحافظ لي على نسبة اللي هي الأملاح المعدنية في الجسم، مثال زي ما احنا اتفقنا اللي هو الصوديوم ومين والبوتاسيوم. حتى لما احنا كنا اتكلمنا عن اللي هي العضلات واتكلمنا على آلية عمل العضلة، قلنا الصيالة العصب عشان يتم لابد من توافر مين اللي هي ايه الأيونات مين الايه الموجبة زي ايه زي الصوديوم. فإذا عند الصوديوم وعند البوتاسيوم مهمين جدا بالنسبة للجسم، بس هنا الجسم بيحتاج الصوديوم أكتر منين؟ من البوتاسيوم. فإيه اللي هيحصل نتيجة كده؟ الهرمون ده بيفرز، وعن طريق الهرمون ده هيبدأ يتحكم في النسبة اللي هي موجودة في الدم. إزاي؟ هنا في اللي هو النفرون هيحصل عملية إعادة امتصاص لمين؟ للصوديوم عشان يرجع للدم مرة تانية، تمام؟ كده هيرجع لمين؟ لإيه؟ للدم. أما بالنسبة للبوتاسيوم هيتم التخلص منه، هيروح فين؟ اللي هو البول. يبقى كده الجسم هنا حافظ على مين؟ على نسبة مين؟ اللي هي الأملاح المعدنية فين؟ في اللي هو الجسم. ناخد المجموعة التالتة عندنا رقم تلاتة، رقم تلاتة اللي أنا بسميها مجموعة اللي هي الهرمونات الجنسية. مجموعة الهرمونات مين؟ الجنسية. احنا عندنا في جسم الإنسان زي ما احنا عارفين في حاجة اسمها المناسل، حاجة اسمها ايه؟ المناسل. والمناسل ده على حسب ذكر أو أنثى، في مناسل. المناسل ده على حسب، والله لو هو ذكر المناسل في الحالة دي بيسميها اللي هي الخصية، والخصية في الحالة ديت ان هو هتفرز هرمون بالنسبة للذكر بسمي هذا الهرمون اللي هو التستوستيرون، اسمه التستوستيرون. ده بالنسبة لمين؟ للذكر. أما بالنسبة للأنثى المناسل بتاعتها اللي هي المبيض، مبيضين. المبيض بيفرز هرمونين، الهرمون الأولاني بسميه اللي هو الاستروجين، والهرمون الثاني بسميه اللي هو البروجسترون، البروجسترون. يبقى أنا تاني أنا عندي في حاجة اسمها هرمونات جنسية، تمام؟ الهرمونات الجنسية في الإنسان بتفرز منين؟ من المناسل. والمناسل في الذكر بسميها الخصية، خصيتين. الخصيتين بيفرزوا هرمون اسمهم ايه؟ التستوستيرون، هنتكلم عنهم قدام ان شاء الله. اما بالنسبه للانثى اللي هي المبيضين هتفرز هرمونين، الهرمون الاولاني اسمه استروجين واللي هو مين؟ البروجستيرون. طب دلوقتي اللي هو التستوستيرون ده اللي هو موجود في الذكر، ده المهمه بتاعته اللي هي اظهار الصفات السنويه بالنسبه للذكر. اما بالنسبه للانثى الاستروجين والبروجستيرون دول المهمة بتاعتهم اللي هي ظهور الصفات السنوية الأنثوية بالنسبة للأنثى. طيب احنا بنتكلم دلوقتي على مين؟ عن اللي هي احنا قلنا الكلام ده كله بيطلع منين؟ خلي بالنا من المناسل. بس انا دلوقتي المفروض بتكلم على مين؟ على مجموعة الهرمونات الجنسية اللي هي تفرز منين؟ من القشرة. مجموعة هرمونات جنسية تفرز منين؟ من القشرة. بتفرز القشرة بالنسبة لي اللي هي الغدة الكظرية او فوق كلوية مجموعة من الهرمونات بسميها الهرمونات مين؟ الجنسية. الهرمونات مين؟ الجنسية. بس الهرمونات دي بيكون معاكسة لهذه الهرمونات، تمام؟ بمعنى ايه؟ لو حصل خلل، لو حصل خلل، لو حصل خلل في التوازن، لو عندي فيه خلل، الخلل ده بين حاجتين، بين اللي هي الهرمونات اللي هي هتفرز من اللي هي المناسل سواء بالنسبة للذكر أو الأنثى، أو اللي هي الهرمونات اللي هي تفرز منين؟ من اللي هي القشرة إيه؟ اللي هي القشرة بتاعت اللي هي مين؟ الغدة إيه؟ الكظرية. طيب أنا عندي زي ما إحنا اتفقنا حاجتين، في هرمونات هتطلع منين؟ من المناسل اللي لسه قايلين عليهم دولت، وفي هرمونات تانية هتطلع منين؟ من قشرة الغدة الكظرية. طب دلوقتي لو في خلل بين النسبة بين ديت وديت، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ هيبدأ يحصل بعض المشاكل عند الرجل وعند الأنثى. فايه اللي هيحصل عندنا؟ فبالنسبة للراجل لو حصل خلل في الكلام ده هيؤدي لمين؟ بالنسبة للرجل هيؤدي إلى اللي هي ظهور اللي هي
بعض الصفات اللي هي الأنوثة عند الرجال، ظهور الصفات الأنثوية، الكلام ده عند مين؟ عند الرجال. طب عند الأنثى؟ عند الأنثى هيحصل العكس، هيظهر عندها صفات من اللي هي صفات مين؟ اللي هي إيه؟ الرجولة. يبقى عندي هنا تاني، لو حصل خلل بين نسبة الهرمونات اللي هي بتفرز من المناسل اللي هما بالنسبة للذكر قلنا تفرز من خصية التستيرون المبيض استروجين بروجسترون، وعند النسبة اللي هي تانية بتطلع منين؟ من اللي هي القشرة. في الحالة ديت هنا الراجل هيبدأ يظهر عليه اللي هي علامات الأنوثة، تمام، أما الأنثى هتبدأ تظهر عليها مين؟ اللي هي علامات مين؟ اللي هي إيه؟ الرجولة. وفي نفس الوقت كمان هنا ممكن يؤدي مين لو حصل بعد كده ورم بقى بالنسبة لي الكلام ده لو فيه إيه؟ خلل فقط. إنما لو حصل ورم في الحالة ديت أهو، يبقى الحالة اللي بعد كده لو حدوث إيه؟ حدوث اللي هو ورم. ورم فين؟ في اللي هي القشرة. قشرة مين اللي هي الغدة إيه؟ الغدة الكظرية. يا ترى لو حصل ورم في الحالة ديت يحصل إيه؟ لو حصل ورم في الحالة ديت أنه هيؤدي مين إلى ضمور اللي هي الغدد الجنسية في الجنسين الذكر والأنثى. يبقى لو حصل ورم هيؤدي مين إلى ضمور، هيؤدي مين إلى ضمور الغدد إيه؟ الجنسية في الجنسين الذكر وإيه؟ والأنثى. الكلام ده لو حصل إيه؟ لو حصل مين؟ ورم. يبقى هيحصل ضمور فين؟ في الغدد مين؟ اللي هي ايه؟ الجنسية، في اللي هي الجنسين اللي هي الذكر ومين؟ والأنثى. طيب، يبقى احنا دلوقتي عرفنا لو حصل خلل ايه اللي هيحصل؟ لو حصل ورم ايه اللي هيحصل؟ بالنسبة برضك لو حصل ورم في اللي هي القشرة بالنسبة ليه اللي هي الغدة الكظرية، زي ما احنا اتفقنا هيؤدي إلى ضمور فين؟ بالنسبة ليه اللي هي التوازن بين، وحصل هنا ضمور في الغدد الجنسية ليه؟ علشان هيحصل خلل بين الهرمونات اللي هي تفرز منين؟ من المناسل، والهرمونات التي تفرز منين؟ من قشرة مين اللي هي الغدة ايه؟ القذرية. فعشان كده هيبدأ زي ما احنا اتفقنا الرجل هيظهر عليه اللي هي صفات الأنوثة، الأنثى هتظهر عليه صفات من ايه؟ الرجولة. طيب ده أول حاجة. الحاجة التانية اللي هيحصل لو حصل ورم، الحاجة التانية زي ما احنا لسه قايلين اللي هي المهمه بتاعت اللي هي الجزء اللي هي بتاع القشره، مش احنا قلنا في ثلاث مجموعه من الهرمونات، هرمونات سكريه، مجموعه هرمونات سكريه، مجموعه هرمونات معدنيه، مجموعه هرمونات مين؟ جنسيه. طيب بالنسبه للجنسيه قلنا هيؤدي مين؟ الى الضمور بالنسبه للغدد في الانثى والذكر. طب بالنسبه للحاجه الثانيه مش احنا لسه قايلين في مجموعه هرمونات معدنيه، صح؟ طب هنا حصل هنا ورم في الغده، وبالتالي هنا هذه الهرمونات لا تفرز، وبالتالي هيحصل خلل فين؟ في يبقى حدوث خلل فين؟ في نسبة اللي هو الصوديوم وإيه؟ والبوتاسيوم. وكيه يبقى عند الحاجة التانية لأن مفيش مجموعة هرمونات معدنية في الحالة ديت، وبالتالي هيؤدي إلى حدوث خلل في نسبة اللي هي الصوديوم ومين؟ والبوتاسيوم. طب نيجي اللي هي الحاجة التالتة كمان، مفيش هرمونات اللي هي سكرية، تمام؟ وبالتالي هنا هيحصل برضك خلل فين؟ في اللي هي أيض اللي هي أيض المواد النشوية والمواد إيه؟ السكرية. أيض المواد النشوية والسكرية. الكلام ده لو حصل مين؟ لو حصل ورم. طيب يحصل إيه؟ يحصل إيه لو تم إزالة اللي هي القشرة نفسها؟ الحالة الثالثة دلوقتي خدنا أول حالة لو حصل خلل بس، الحالة الثانية اتكلمنا لو في ورم، الحالة الثالثة لو حصل إزالة للقشرة، إزالة قشرة الغدة الكظرية، يا ترى إيه اللي يحصل؟ لو حصل إزالة هيؤدي مين إلى الوفاة؟ تؤدي مين إلى الوفاة؟ طب ليه؟ علشان اللي هي القشرة دي زي ما احنا اتفقنا ضرورية للحياة. طب ليه؟ علشان هنقول الوظائف بتاعتها بقى كلها، علشان أول حاجة بتنظم مين؟ عمليات الأيض، تمام؟ الأيض الغذائي زي ما احنا اتفقنا اللي هي مواد السكرية ومواد إيه؟ النشوية. بتنظم لي نسبة الأملاح في اللي هي الدم زي ما احنا اتفقنا اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم، وكمان بيكون لها دور في اللي هي مقاومة مين؟ الأمراض. فعشان كده إزالة هذه القشرة تؤدي مين؟ إلى إيه؟ إلى الوفاة. يبقى تؤدي الوفاة تاني ليه؟
علشان قلنا الغدة قشرة اللي هي الغدة الكظرية لها أهمية، أهميتها إيه؟ زي ما احنا اتفقنا قلنا أيضا اللي هي المواد مين؟ اللي هي السكرية والنشوية. الحاجة التانية بتحافظنا على نسبة اللي هي السكريات، على نسبة اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم فين؟ في الدم. وكمان لها دور فين؟ في اللي هي ايه؟ مقاومة مين؟ الأمراض وعملية مين؟ وعملية المناعة. ده بالنسبة لهرمونات مين؟ اللي هي مين؟ اللي هي الجزء الخارجي اللي هو مسميه اللي هو ايه؟ القشرة. يبقى احنا زي ما احنا اتفقنا، احنا قلنا عندنا اللي هي الغدة الكظرية عبارة عن حاجتين، يامة الخارج قلنا قشرة، ويامة الداخل قلنا ايه؟ اللي هو النخاع. يامة الخارج اللي هي القشرة، قلنا القشرة بتفرز ثلاث أنواع أو ثلاث مجموعات من الهرمونات. كان أول مجموعة مجموعة هرمونات سكرية، الحاجة الثانية مجموعة هرمونات معدنية، والحاجة الثالثة مجموعة الهرمونات مين إيه؟ الجنسية. أما بالنسبة للنخاع، النخاع بيفرز هرمونين. الهرمون الأولاني بسميه اللي هو الإدرينالين، والتاني نفس الاسم تقريبا أنا بسميه اللي هو نور أدرينالين. التاني بسميه اللي هو إيه؟ النور إدرينالين. يبقى عندي هنا النخاع بيفرز فيه هرمونين بيفرزوا منه. الهرمون الأولاني قلنا اسمه إيه؟ الإدرينالين، والتاني بسميه اللي هو النور مين؟ أدرينالين. الاتنين دولت بيفرزهم في حالة اللي هي الطوارئ. حالة مين؟ الطوارئ. يعني إيه حالة الطوارئ؟ يعني لما الجسم يكون موجود فيه أو فيه حالة خوف شديد. يبقى عندي لو فيه حالة مين؟ خوف شديد. الإنسان عنده في حالة مثلا اللي هو بيتعارك مع حد ولا حاجة، يعني في حالة انفعال. الحالة التانية حالة مين؟ إيه؟ انفعال. بيجري من حد، يعني في حالة هروب. يعني دايما غالبية الكلام ده هيحصل في حالات مين اللي هي إيه؟ الطوارئ. دايما اللي هو في حالة الطوارئ نلاقي الجسم هنا بيعمل حاجات ما يقدرش يعملها في الحالة العادية، بلاقي ان الشخص عنده كمية كبيرة جدا من الطاقة. كمية كبيرة منين؟ من الطاقة. طيب الطاقة دي هتيجي نتيجة مين؟ افراز قلنا مين؟ هرمون اللي هو الاولاني اللي اسمه ايه؟ الادرينالين، والتاني اللي هو ايه؟ النور ايه؟ ادرينالين. طيب الهرمونات دلت عشان يفرزهم، لو احنا فاكرين خدنا قبل كده قلنا عندنا اللي هي الغدة مين؟ اللي هي الغدة النخامية. وقلنا ان الغدة النخامية من الجزء الغدي بتاعها كان بيطلع اوامر. الاوامر دي كان زي هرمون اللي هو ATCH، ATCH لو احنا فاكرين. الهرمون ده كان بيروح فين؟ كان بيروح للي هو القشرة فقط. كان بيروح لمين؟ للقشرة، علشان ينبهها عشان تفرز اللي هي مجموعة مين اللي هي اللي احنا قلنا عليها ثلاث مجموعات، تمام؟ أما بالنسبة للنخاع مفيش هنا أمر هيوصل له منين؟ من اللي هي الغدة النخامية، لأن هنا حالة الطوارئ ديت بيكون حالة سريعة جدا. هنا الغدة مش هتستنى لسه أمر يجي منين؟ من الغدة النخامية، وبالتالي عاوز أمر سريع جدا. فعشان كده هذه الهرمونات بسميها هرمونات عصبية. هرمونات مين؟ عصبية، على حسب الحالة اللي هي ايه؟ اللي هي موجود فيها الانسان. فعشان كده مش هتستنى الامر منين؟ يجي منين؟ من الغدة ايه؟ يجي من الغدة النخامية. طب دلوقتي عشان الانسان يكون عنده طاقة عالية جدا، دلوقتي محتاج ايه؟ محتاج انه يزود نسبة مين؟ اللي هو الجلوكوز في الدم. يبقى لازم عندي جلوكوز في الدم هيزداد. طب هو هيزوده ازاي؟ هيبدأ هنا في الحالة ديت ان الجسم هيبدأ يحرق ويحلل اللي هو الجليكوجين اللي هو متخزن في الكبد والعضلات. بس هيلجأ لمين اكتر؟ اللي هو الكبد. طب اشمعنى الكبد؟ عشان الكبد تحليل الجليكوجين فيه هيكون اسرع منين؟ اللي هو موجود في العضلات. يبقى اول حالة دلوقتي، اول حاجة دلوقتي عشان الجسم يحصل على الطاقة، احنا عارفين اي خلية عاوزة طاقة، علشان تجيب الطاقة لازم تحتاج لمين؟ لجلوكوز. طيب جلوكوز هنا الجسم هنا هيبدأ عاوز مزيد من الجلوكوز. هيجيبه منين؟ هيجيبه من اللي متخزن عنده. طب متخزن فين؟ كبد وعضلات. مين الأسهل بالنسبة له؟ اللي هو مين؟ الكبد. هيبدأ يحوله مين إلى إيه؟ إلى اللي هو جليكوجين، يحوله مين؟ إلى جلوكوز. الحاجة التانية هنا علشان يتم حصول على كمية كبيرة من الطاقة، تمام؟ في الحالة دي هو القلب هيبدأ يدق بمعدل كبير جدا. يبقى عندي هنا الحاجة التانية اللي هتحصل عندي اللي هي سرعة
لضربات القلب علشان يبدأ يضخ كمية كبيرة منين؟ من الدم إلى المخ وإيه؟ وإلى العضلات. الحاجة التالتة إن هنا هيبدأ، طالما الدم بدأ يزيد معايا في الحالة ديت، هيبدأ يزيد كمان اللي هي معدل التنفس، علشان الجسم محتاج مين؟ أكسجين، يبقى عندي برضك هيزداد اللي هي معدل التنفس. ليه هيزيد؟ علشان الجسم محتاج مين؟ إلى كمية من غاز مين؟ من غاز الأكسجين. وفي الحالة طبعا ديت طالما ضربات القلب زادت، هيزيد طبعا معاها اللي هو ضغط مين؟ رفع اللي هو ضغط الدم. فعشان كده دايما بنلاقي واحد داخل بيتعارك مع حد تاني ولا حاجة، يلاقي وشه أحمر، تمام؟ الكلام ده نتيجة مين؟ اللي هو رفع إيه؟ ضغط إيه؟ رفع ضغط الدم. يبقى عندي هنا تاني الهرمونات اللي هي بتفرز من اللي هي الجزء الداخلي من القشرة اللي أنا بسميه النخاع، قلنا هرمونين، وقلنا الهرمونات ديت الأمر بيجي لهم من اللي هي الأعصاب. الغدة النخامية ملهاش أي أمر بالنسبة لهم هنا، لأن ديت حالة بالنسبة للشخص هنا، حالة بيكون طارئة، يعني فيه موقف معين، بيهرب من حيوان، بيهرب من أسد، على حسب الحالة اللي هو موجود فيها. وبالتالي هنا لازم الجسم هنا يكون عنده طاقة عالية جدا. هيجيب الطاقة زي ما احنا اتفقنا، هيجيب الجلوكوز اللي هو في الجسم، خلص معاه هيبدأ يلجأ إلى اللي هو متخزن، اللي هو الجليكوجين اللي هو متخزن في الكبد والعضلات. بس هيلجأ لمين أسرع؟ إلى الكبد. هيبدأ يحصل عنده سرعة في ضربات القلب، هيحصل عنده اللي هي معدل التنفس هيزيد عشان الحصول على كمية كبيرة من غاز الأكسجين، عشان يحصل على اللي هي الـ ATP اللي هو لازمة للخلايا علشان يقدر يقوم بالمجهود ده. هيبدأ يحصل عنده إيه؟ رفع في ضغط مين؟ الدم. يا رب يكون فهمنا. ما ننساش نعمل لايك، ما ننساش أشوف التعليق بتاعكم جميل. يا رب يكون فاهمين. كان معكم مستر طارق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.